علاش جاتني الفكره انني ندير مفاجاه مصطفى؟ كما كتعرفوا مصطفى اخوكم ما عندوش والديه، يتيم، ما عندوش مو، ما عندوش با، وعنده خوته، ولكن ما يعني ماشي داك الخوت اللي كيسولوا بعضياتهم وكيحنوا بعضياتهم. ما خطا اختو لي العزيزه عليه، وخوته من بواه هما اللي كيبغيو وكيسولوا فيه. داكشي علاش جاتني الفكره اليوم، واليوم نهار 14 في شهر 3. داكشي علاش جاتني الفكره انني ندير مصطفى سيربريز، واخا هو ما كانش عارف صراحه. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه تعجبو المفاجاه، حيت مصطفى هو بسببه باش انا معاكم، وبسببه باش بزاف ديال الحوايج وقعوا لي في حياتي كما كتعرفوا نتوما. وشكرا لك خويا مراد، وشكرا لاذاعه الوانكم على الحضور ديالكم معايا، وشكرا لكم بزاف بزاف خويا. بزاف ديال الناس كيتسائلوا، كيقول لك حياه عائله اكشوان اكنوان بعد ما انتقلوا الى مدينه القنيطره، شنو تغير فيها؟ شنو تزاد؟ شنو نقص؟ زعما كيفاش الحياه تولات؟ الحمد لله ربي كبير، ما كيسد باب حتى كيفتح بيبان، والحمد لله حنا دابا بدينا كنقادو في الامور ديالنا. بقى ليا غير الصالون. كنبغي نشكر من هذا المنبر اختي نجوى. غدا ان شاء الله غادي نجيبو وغادي نشاركو معكم ان شاء الله باذن الله. يعني الامور هنايا ارتاحيت هنا بزاف، وناس ديال القنيطره رحبوا بيا بزاف، وكيقولوا لي جي عندنا حنا خوتك ومواتك، ورحبوا بيا بزاف صراحه. الناس ديال القنيطره الله يعمرها دار، وما نساوش الناس ديال كازا حتى هما الله يعمرها دار. وشكرا لكم كاملين على الدعم ديالكم ليا، وبلا بكم نتوما انا ما كنسوى حتى شي حاجه صراحه. بسببكم نتوما باش انا هنايا، بسبب الدعوات ديالكم، بسبب الله سبحانه وتعالى. حياتك تبدلات دابا ولا مازال؟ الحمد لله دابا عندي القناه ديالي، والحمد لله الامور تقادات، والمغاربه اللي داخل الوطن ولا خارج الوطن وقفوا معايا صراحه ما ننكرش خيرهم. والفضل كله كيرجع لك اخويا مراد، اللي وصلتي الصوت ديالي للمغرب كامل وخارج المغرب. كنشكرك بزاف من هذا المنبر، وصراحة الحياة هذه هي الحياة اللي كنت كنحلم بها، وان شاء الله مازال غادي نشري الدار ديالي وغادي نشاركها معكم. كما قلت لكم راني كنشارك معكم اي حاجة، سيرتو مع اذاعة الوانكم اللي هي ولات اذاعة المفضلة عندي، والاذاعة اللي ذات مصداقية وكيعجبني نهضر فيها. زوجة اكشوان تحتفل بعيد ميلاد زوجها الاربعين. عنده 40 عام، وشوفوا الفرق ما بينه وبينه، انا هو عنده 40 عام وانا عندي 19 عام. يعني واخا داك الفرق كبير بيناتنا، ولكن فاهمين انا وياه. كنبغيكم بزاف لداخل الوطن ولا خارج الوطن، وشكرا لكم على التشجيع ديالكم وعلى لي لايك ديالكم وعلى المتابعه ديالكم ليا. كنشكركم بزاف صراحه، واخا هي منشكر ما كيلتقال الساس ديالي. شكرا لكم بزاف صراحه. السلام عليكم، معكم مقدم ديال مجموعه السلطان. كنبغي نقول لكم اليوم داز طوب 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 مع خويا مصطفى، وتبارك الله عليهم، وكوب الغزال في الساحه الفنيه، والله يكمل عليهم. اي بون كونتينياسيون. اي اختي ايا صونات ليا على اساس باش دير مفاجاه، ماشي اي سيربرايز عاوتاني. ايا معروفه بالتشويق وداكشي ديالها زوين. صونات ليا قالت لي خويا حسني عافاك، راه بغيت ندير سيربرايز مصطفى. قلت لها على راسي وعينيا، رغم الضغط ديال الخدمه وداكشي ماشي مشكل. قلت لها اختي ايا انا اخوك وحبيبك، ما كاينش مشكل، على راسي وعينيا. جينا لبينا، وهذا لانيفيرسير الكارونت ديال خويا مصطفى، اللي اول مره كتديروا ليه المدام ديالو آية، وتبارك الله عليها. وهكا كيكونوا العيالات الحرات، تبارك الله عليك وديال بالصح. اخي مصطفى شنو الدموع في عينك؟ شنو السبب؟ مصطفى هو واحد الانسان عارفينه المغاربه كاملين بان الدمعه ديالو قريبه من عينيه بزاف، بان ميمشاو الوالدين وخلوك انت صغير وعانيتي وقاسيتي وبزاف الحوايج دازو عليك خايبين، الدمعه ديالك كتبقى قريبه لعينيك. مي كنهزو كفوفنا الله وتنصلي دابا وتنقول يا ربي تعفو على اي كاع الشباب ديال المغرب، يا ربي تعفو عليهم وتعطيهم شي مسيره موفقه جميله جدا. واللي كنوصي من هذا المنبر، شي واحد اللي بغى شي دريريه يبقى غادي معها حتى الاخر، ما عرفتش رزقك فين كاين. الا ضحكتي عليها راه ما غتصور والو، غيضحك عليك الزمان. ما ضحكتيش عليها انت كتشوف النتيجه، الحمد لله صبرنا معها باللي قسم الله، كلينا الخبز والزيت العود، كلينا ما حتى حاجه ما عيب ولاد الشعب. انا غادي نبقى مصطفى سبونطاليتي ديما، مصطفى ولد الشعب اللي كيهضر من القلب الخالص. كنحيي الجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، وكنحيي الجمهور ديال الدول العربيه كامل، خيرهم علينا فوق راسنا. وكنحيي مدينه طنجه بزاف
الناس اللي في مدينة طنجة والناس اللي في مدينة العريش، ممكن حني كنحيي جميع من طنجة للقويرة، كنحبكم وكنموت عليكم، وعندكم ثقة فيا بأن مصطفى كتقولوا فيكم منطيرات مصطفى دار عقله. مصطفى راه كان عنده العقل، راه شي وحدين خلاو العقل مشاريه، ولكن كنقول ان الله غفور رحيم، حيت العقل كيمشي وكيرجع، العقل قد ما مشى لك تيرجع لك مقاد. احساسك اليوم بهذه المفاجاه اللي دارت لك ايا؟ الاحساس ديالي اليوم بهذه المفاجاه اللي دارت لي ايا احساس لا يوصف الصراحه، احساس لا يوصف. باش تجي تدق انت للدار، تدق عليها في الدار وتقول ليها راه ايا باغي تدق عليها بانك باغا تسخر لها وتلقى هذه المفاجاه. وشكرا بزاف، شكر كبير للفرقه ديال معاد السلطان، تما داروا لي هذه المفاجاه هذه، الله يكثر خيرهم، اخوتي وصحابي الله يعطيهم منواو، تحيه كبيره للقنيطره، تحيه خاصه للمنابر الاعلاميه ديال المغرب. اليوم الاكشوان كيبان بوجه اخر وكيقول بوجه مكشوف بلا لغه الخشب. اليوم اللي كنبغي نقول، كنبغي نقولها بحراره للجمهور المغربي داخل الوطن وخارج الوطن، عندنا قنوات في المغرب اللي انا بغي نقول هاد الكلمه ومرقان، كنحشم الجمهور، والجمهور ديما كيعرفني عفوي. عندي اليقين، بحال كنقول لكم قلبي بيض وعفوي، عندي اليقين بان الوانكم ذات مصداقيه. انت اول مره كتحتفل بعيد ميلادك، شنو الشعور؟ الشعور ديالي لا يوصف، ما كاينش اللي غيدير لي عيد ميلاد ديالي، حيت الوالدين الله يرحمهم اللي غيديروا لك عيد ميلاد، والخوت حتى هما اللي غيديروا لك عيد ميلاد، ولا غيتفكروا كل واحد في جيج، فهمتيني؟ ما مسوقينش لك بانني تحاربت انا مع بزاف الناس على قبل هاد الوليه. حنا تنعرفوا المجتمع المغربي تيقول لك واحد الكلمه، تيقول لك سير خوده زعما بنت عائله، وبو عنده الرونش، وما عندها فوكس فاغن، واختها عندها هارلي. لا لا، باغا بنت الشعبانه باركه. كنحمد الله وكنشكرو، ومنين تعرفنا انا وياها يعني تحملت المسؤوليه، يعني من خديتها انا بزاف المشاكل اللي حتم ورايا، نسيت كل شيء. كاع اللي غيقول لي ايا ما عندك ما دير بها، هو اللي ما عندي ما ندير به. ايا كتبقى جزء مني وبنت الشعب وتستحق الاحترام، وهاد الرساله هادي كاع اللي عنده شي بنت في المغرب الله يخليها ليه والله يسهل عليه. وحدوا مع بناتكم، حدوا مع بناتكم، راه ماشي كاع الشباب المغربي بحال صديق مصطفى. وكنشكر الامن ديال مدينه قنيطره اللي رحبوا بنا احسن ترحيب، وجزيل الشكر لالوانكم.
What's wrong?